من علم بمنكر وكان يستطيع أن يغير هذا المنكر بلسانه فعليه أن يفعل، كأن كان يعرف أنه إذا نصح هذا الإنسان الذي يأتي هذا المنكر يرتدع هذا الإنسان، هنا يجب عليه ذلك. فإن كان فاعل المنكر لا يستمع للنصيحة وكان الشخص قادرا على قهره، يجب عليه ذلك، يقهره حتى يترك المنكر الذي يفعله. وهذا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، يعني من علم منكم بمنكر، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه البخاري. فمن عرف بمنكر فغيره بيده فهو سالم، فإن عجز تكلم بلسانه، إما يكلم من يفعل المنكر، أو إن كان لا يقبل منه يكلم إنسانا يعرف أنه يقبل منه ليكلمه، فإن فعل ذلك فهو سالم. فإن عجز عن الأمرين القهر والأمر يجب أن ينكر بقلبه، فإن فعل ذلك فهو سالم. أما إذا لم ينكر بقلبه عند العجز عن القهر والأمر فهو آثم. وإنكار المنكر بالقلب يا أحبابنا معناه أن يكره هذا المنكر بقلبه، وما ذكرناه عن القهر والأمر مقيد بأن لا يكون هذا القهر أو الأمر يؤدي إلى منكر أعظم، وإلا صار حراما، لأن من شرط إنكار المنكر باليد أو باللسان أن لا يؤدي ذلك إلى منكر أعظم. فانظروا يا أحبابنا إلى شدة أهمية تعليم الناس العلم الشرعي الصحيح، ولا سيما علم العقيدة، وانظروا إلى أهمية النهي عن المنكر، ولا سيما النهي عن الكفر. فإنه إذا كان يجب نهي شارب الخمر عن معصيته، ونهي السارق عن السرقة، ونهي الكاذب عن الكذب، فكيف بالذي يقع في الكفر؟ لا شك أنه واجب عظيم أن ينهاه الإنسان عن هذا الكفر، وأن يأمره بالرجوع إلى الإسلام العظيم. ويكفي في بيان فضل هذا الأمر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي كان له أجر شهيد، رواه البيهقي. وما هو أجر الشهيد؟ الجنة من غير عذاب. هذا الحديث يستدل منه على أن الذي تعلم العقيدة الصحيحة وعلمها للناس في هذه الأيام يدخل الجنة إن شاء الله من غير عذاب، ولو كانت له زلات. فلا ينبغي للشخص أن ينزوي ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما إذا نشط أهل البدع في نشر بدعهم بين المسلمين، وذلك لأن إنكار المنكر باللسان مع القدرة واجب. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يحرصون على تعليم عقيدة أهل السنة ونشرها في الليل والنهار، وأن يرزقنا أجر الشهداء، والله تعالى أعلم وأحكم.